افتتاح العمل الأهم بالبطولة، الأمور جارية بتحضير وبتنسيق عالي وبجدول زمني محسوب، وإن شاء الله أكو بروفات، يعني هسه احنا مستمرين بعمل البروفات حتى نكون على مستوى عالي من الجاهزية. الأمور طيبة إن شاء الله وعلى خير، الملاعب جاهزة. احنا كشعب بصري كلش متحمسين لخليجي 25 لدرجه انه اول ما انفتح الرابط للحجز او الحجز تذاكر خليجي 25 انحجزت البطايق بشكل كلي خلال ساعات قليله جدا، فاحنا كلش متشوقين نشوف منتخبنا يلعب على ارضنا. البصره كلها مفتوحه للكل، الخليج كافي، راح تكون من أنجح البطولات. أقول تعالوا حياكم الله، الشعب مضياف، الشعب كريم، الشعب فرحان، الشعب يقول نبي اللمة العربية، نبي إخواننا في الخليج.